اللي يستكمل، ويعني هنفصل في الجولات القادمة، هنفصل الجزء السياسي، مسألة إدارة أو اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة العملية السياسية أو الجانب السياسي إذا جاز التعبير لهذه الحرب. الحقيقة ما وقفش الأمر عند هذا هذه الخطوة، بل تبعتها في اليوم التالي اللي هو النهاردة الجمعة وصول وزير الدفاع الأمريكي إلى الأراضي الإسرائيلية. يعني إحنا بنتكلم على مشاركة سياسية ومشاركة عسكرية. طب وزير الدفاع الأمريكي في الأراضي الإسرائيلية، وزير الخارجية الإيراني في الأراضي اللبنانية، يعني دي نقطة مهمة للغاية. محاولة الطرفين الحقيقة وإسرائيل، وأنا كتبت ده بالأمس واستشعرته بالأمس من كثير من الشواهد، على درجة خطورة استغلال واستعمال الأراضي الفلسطينية والقضية الفلسطينية كساحة لتصفية الحسابات أو للحروب بالوكالة. هذا الأمر اللي تابعناه على مدى عقد سابق في سوريا وعقود سابقة في لبنان وبعض من مشاهد العراق، الأمر في داخل فلسطين وداخل القضية الفلسطينية أكثر حساسية وأكثر خطورة، ويشبه المشكلة المنضبة اللي هي لن تترك أحد من دون أن تطاله من شرر الخطر اللي ممكن يعني يهد معادلة التوازن الإقليمي بالكامل. وأظن أن وجود لويد أوستن النهاردة في إسرائيل هو أيضا مشاركة وتقييد إلى حد ما، حتى لو بعيد عن وسائل الإعلام، تقييد لهذا الجموح الإسرائيلي البالغ في رغبتها في تصدير الانتقام وفي المضي إلى أبعد مدى ممكن. يعني إحنا قصاد مشاركة أمريكية سياسية وعسكرية في صناعة قرار ما يحدث الآن. هذا هو أول توصيف في هذا الأمر. مش هطول كتير وأقول في الداخل الفلسطيني بقى في قطاع غزة الآن المشهد الآن عدد كبير جدا من وحدات الجيش الإسرائيلي موجودة على غلاف قطاع غزة، على أراضي تسمى بغلاف قطاع غزة، في شمال القطاع وفي شرق القطاع. احنا قدام كتلتين من التحشيد العسكري اللي وصل إلى رقم يتجاوز 250 ألف عسكري إسرائيلي. هذا الرقم غير مسبوق عند بيت حنون، عند بيت حنون وبيت لاهية في الشمال، بيت حنون وبيت لاهية ده في الشمال، وفي الشرق شرق قطاع غزة عندنا حال عوز، المعبر الفلسطيني الإسرائيلي المغلق اللي يربط قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. فإحنا قدام مؤشر لاجتياح من الشمال، من الشمال إلى الجنوب، وده سبب إلقاء إسرائيل للمنشورات لأهالي وسكان مدن بيت لاهية وبيت حنون كي يندفعوا جنوبا نحو الجنوب، نحو الجنوب نحو غزة ورفح والجزء الجنوبي من قطاع غزة. ولدينا أيضا تحشيد كبير جدا في الشرق، عندنا حال عز إنه لو دخل قطع من الشرق إلى ساحل البحر المتوسط كده هو عزل منطقة بيت لاهية وبيت حنون، واستطاع أن يأخذ كتلة وشريط كبير جدا في عمق قطاع غزة من اتجاه الشمال ما لا يقل عن من 15 ل 20 كيلومتر. دي الملامح الخطة العسكرية اللي موجودة دلوقتي، حالة هلع كبيرة جدا لدى سكان هذه المناطق. كل المنظمات الدولية صباح هذا اليوم أخلت مقراتها الأونر وغيرها واتجهوا بسرعة إلى الجنوب ينظروا إلى التهديد الإسرائيلي بجدية كبيرة جدا. بالأمس فرنسا أخلت رعاياها من داخل فلسطين، النهاردة قبل ساعات من الدخول على الهواء ألمانيا هي الأخرى أخلت رعاياها ومستمرة في عملية الإخلاء لمساء هذا اليوم. يعني هناك مؤشرات للدول التي تتبادل معلومات استخباراتية ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عن أهمية وضرورة إخلاء الرعاية، لأن القادم أخطر والقادم يحمل مؤشرات شديدة الخطورة بالغة الأهمية. الإشارة اللي أشار ليها السيد الرئيس بالأمس وهو عقلنة التحركات القادمة وخطط
والخطوات اللي علينا كدولة مصرية وعلى الدول العربية. ولذلك هو بعد ما خلص حديثه وجه كمان الحديث للشعب المصري، لأن السيد الرئيس عنده رؤية أن الموضوع أكبر كتير جدا من جولات التصعيد السابقة. في ناس فعلا هتبدأ في التآمر على الحدود الجغرافية لكل الإقليم، وليس أمرا مقتصر على غزة أو بيت لاهية أو بيت حمود. يعني الانفجار سيطول الجميع دون شك، كل يعني المؤشرات. المخاوف دي تقدر تربطها بتصريح نتنياهو انه سيغير خريطة الشرق الاوسط؟ طبعا احد المؤشرات بالطبع، وده ليس تصريحا عبثيا ولا تصريح مبالغ، هو ينقل بعض من الاشارات، مثل عندما يضع ان القضية الفلسطينية مثلها مثل تنظيم داعش، والإلحاح على ترويج صورة علم داعش الموجود في أحد المستوطنات ونقل هذه الصورة لكل وسائل الإعلام الغربية، هو بيحاول يعمل اصطفاف كامل للمعسكر الغربي في مقدمة. هو بنى رأي عام دولي في أول 48 ساعة، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بالزبط. أول 48 ساعة عرف يبني رأي عام دولي.